بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، أعزائنا المشاهدين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات المدرسة المفتوحة. وفي حلقة هذا اليوم من مادة الكيمياء نقدم لكم موضوعا بعنوان الألمنيوم، وجوده، استخداماته العملية، طريقة استخلاصه. فأهلا بكم معنا، والآن إلى أهداف الحلقة. الأهداف: يتوقع من الطالبة بعد نهاية الحلقة أن يكون قادرا على أن 1- يبين أهمية الألومنيوم من خلال استخداماته العملية، 2- يحدد طبيعة وجود الألومنيوم في الطبيعة، 3- يوضح طريقة استخلاص الألمنيوم من البوكسايت، طريقة هول، 4- يتوصل إلى الخواص الفيزيائية للألمنيوم من خلال عينات مشاهدة. أعزائنا الطلاب والطالبات، لعلنا جميعا شاهدنا أو استخدمنا أواني الطبخ الموجودة في المنزل. طبعا أواني الطبخ هذه مصنوعة من الألمنيوم، فلو شاهدنا الآن هذا الإناء الموجود معنا في هذه الحلقة، هذا إناء للطبخ أو آنية للطبخ مصنوعة من الألمنيوم. طبعا هذه الآنية كما شاهدناها جميعا في المنزل أو استخدمناها، نجد أن هذه الآنية خفيفة في الوزن. لو نتخيل مثلا أن لدينا آنية مشابهة لها تماما من حيث الشكل ومن حيث الحجم، مصنوعة من الحديد، فأيهما سيكون أثقل؟ طبعا الآنية المصنوعة من الحديد بكل تأكيد سوف تكون أثقل من هذه الآنية المصنوعة من الألمنيوم. كما نشاهد في هذه الآنية، نشاهد يعني منظرها اللامع الجميل، كذلك أن هذه الآنية يمكن أن توصل الحرارة بكل سهولة وبالتالي تستخدم في عملية الطبخ. لكن نحن موضوعنا الآن الوزن، وزن هذه الآنية المصنوعة من الألمنيوم، وكذلك وزن آنية مشابهة لها تماما في الحجم وفي الشكل أيضا لكن مصنوعة من الحديد، أيهما سيكون أخف في الوزن؟ طبعا هذه الآنية المصنوعة من الألمنيوم سوف تكون أخف في الوزن. لماذا؟ لأن الكثافة للألمنيوم، لأن كثافة الألمنيوم أقل من كثافة الحديد، لذلك نجد أن هذه الآنية المصنوعة من الألمنيوم أخف في الوزن. إذن الألمنيوم كثافته منخفضة، وطبعا هذا يقودنا إلى عدد من الأسئلة، تابعوا معنا. لماذا يعد الألمنيوم أكثر عناصر المجموعة 3 ألف استخداما؟ الخام الرئيسي للألمنيوم هو البوكسايت، فما الصيغة الكيميائية له؟ ما أهم الصناعات المعتمدة على الألمنيوم؟
الألمنيوم هو ثاني عنصر في المجموعة الرئيسية الثالثة 3 ألف، وهو كذلك أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، إذ تبلغ نسبته فيها حوالي 8%، ولا يفوقه في الوفرة من العناصر سوى السيليكون والأكسجين. أعزائنا الطلاب والطالبات، نظرا للنشاط الكيميائي للألمنيوم فإنه لا يوجد حرا في الطبيعة، بل يوجد متحدا بعناصر أخرى مكونا أكاسيد أو سيليكات، وهذه الأكاسيد والسيليكات توجد في بعض الصخور كالجرانيت وبعض أنواع الطين أمر الرملي. أما الخام الرئيسي للألمنيوم فهو البوكسايت أي أكسيد الألمنيوم. يستخلص الألمنيوم بطريقة هول، وذلك بالتحليل الكهربي للبوكسايت المنقى من الشوائب، حيث يذاب البوكسايت في مصهور الكريولايت، ويتم التحليل باستخدام خلية تحليل كهربائي كما في الشكل. إذن أعزائنا الطلاب والطالبات، كما بينا يستخلص الألمنيوم بطريقة هول بالتحليل الكهربي للبوكسايت المنقى من الشوائب، حيث يذاب البوكسايت في مصهور الكريولايت، ويتم التحليل باستخدام هذه الخلية المبينة أمامنا، حيث يستخلص الألمنيوم على نطاق واسع وبتكاليف زهيدة من ذوبان البوكسايت أكسيد الألمنيوم مع الكريولايت Na3AlF6 كريولايت المنصهر، وطبعا هذا المحلول موصل للتيار الكهربائي، وعند تحليله نحصل على فلز الألمنيوم، وتتم هذه العملية في هذه الخلية المبينة أمامنا، وتتركب هذه الخلية من وعاء كما نشاهد. هذا الوعاء يحتوي على خليط المصهور، نلاحظ معنا الكترولايت مصهور من الكريولايت وأكسيد الألمنيوم البوكسايت. طبعا هذا الوعاء مصنوع من الحديد المبطن بالكربون، حيث يعمل الإناء كمهبط، أما قضبان الكربون فتعمل كمصعد حيث تغمر في المصهور، وعند مرور التيار الكهربائي في الخلية تحدث تفاعلات الأكسدة والاختزال، وينتج عنها فلز الألمنيوم النقي عند المهبط، والذي ينغمر إلى قاع الإناء، ومن خلال المعادلات التالية سوف تبين لنا هذه العملية. نلاحظ أولا عند المصعد حدوث عملية التأكسد، وينتج عن هذه العملية 6 مولات من الإلكترونات، حيث أن هذه الإلكترونات تختزل عند المهبط الأيونات الألمنيوم، وبالتالي نحصل على فلز الألمنيوم. طبعا خلال هذا التفاعل يتصاعد نوعان من الغازات، هما أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. كما نلاحظ من خلال المعادلة الأولى لدينا كربون زائد 2 مول من الأكسجين الذري، فنحصل على ثاني أكسيد الكربون المتصاعد، وأيضا كذلك من خلال تفاعل الكربون مع الأكسجين ذرة أكسجين واحدة ومع التسخين فنحصل على أول أكسيد الكربون. إذن من هذه العملية أو في هذا التفاعل يتصاعد نوعان من الغازات، هما أول وثاني أكسيد الكربون. طبعا هذان الغازان يتكونان نتيجة لتفاعل الكربون الذي يغلف الوعاء الحديدي مع الأكسجين الذري الناتج من التفاعل السابق كما لاحظنا في المعادلات. طبعا يمكن كتابة التفاعل العام لتحضير الألمنيوم في الخلية على النحو التالي والمبين أمامنا، لدينا كما نشاهد 7 مولات من أكسيد الألمنيوم يتفاعل مع 12 مول من الكربون، فبالتسخين عند الحرارة العالية أو عند درجات حرارة عالية نحصل على فلز الألمنيوم، ويتصاعد غازي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. نلاحظ لدينا هنا
3 مولات من أول أكسيد الكربون تتصاعد، و9 مولات من ثاني أكسيد الكربون. إذن التفاعل النهائي للعملية التي تحدث في هذا الإناء هي التي تبينه المعادلة الموجودة أمامنا، 7 مولات من أكسيد الألمنيوم البوكسايت زائدا 12 مول من الكربون بالتسخين، نحصل على 14 مول من الألمنيوم زائدا 3 مولات من أول أكسيد الكربون و9 مولات من ثاني أكسيد الكربون. إذن هذه العملية أو هذه الطريقة وباستخدام الإناء الموجود أمامنا أو الجهاز الموجود أمامنا، بهذه الطريقة نستخلص الألمنيوم من البوكسايت وبمساعدة الكريولايت.